المؤلف رحمه الله إخبار بالذي والذي في وجهه. طبعا ما قيل أخبر عنه بالذي خبر، عن الذي مبتدأ قبل استقر، وما سواهما فهو السطر صلة، عائدها خلف معطي التكملة، نحو الذي ضربته زيد فذا، ضربت زيدا كان فدر المأخذا، وبالذين والذين والتي، أخبر مراعيا وفاق المثبت، قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد حتم، كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراع ما رعوا، وأخبروا هنا بأن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم، إن صح صلة منه لأل كصو واق من وقى الله البطل، وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك دفتر؟ لأن هذا لا يصلي عن دفتر، هذا الباب لا يصلي عن دفتر، شرحه لا بد له من دفتر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب عقده النحاة لامتحان الطالب وتدريبه عند أهل الصرف، باب يسمى باب التمرين، يقول لك صو صو من وعد على مثال يقطين، يقطين القرع، تقول يوعيد، صو من وعد على مثال طومار، تقول وعاد، هذا يسمى باب التمرين في الصرف. وفي باب النحو عقدوا هذا الباب، وهو باب الإخبار بالذي والألف واللام. إذا قيل لك في هذا الباب أخبر عن الذي من قولك، أخبر عن زيد بالذي من قولك جاء زيد، ظاهر الكلام أن زيد يخبر عنه بالذي، لكن هذا ليس مرادا للنحاة، المراد أن تخبر، أن تجعل زيد خبر عن الذي. أخبر عن زيد بالذي من قولك جاء زيد، ظاهر الكلام أنك تجعل زيد مبتدأ والذي خبرا، وليس هذا مرادا. قالوا الأصل أخبر عن زيد بواسطة تعبيرك عنه بالذي. إذا قيل لك في هذا التركيب أخبر عن زيد أو عن عمرو من قولك أكرمت عمرا أو من أي شيء آخر، الاسم الذي قيل لك أخبر عنه اجعله خبرا وارفعه، وأتي في أول التركيب باسم موصول يناسبه، إذا كان زيدا تناسبه الذي، إذا كانت هند تناسبه التي، إذا كانت زيدين تناسبه اللذان، إذا كانت زيدين تناسبها الذين، إذا كانت الهندات تناسبها اللاتي، وهكذا. إذا قيل لك أكرمت الهندات، تجعل الهندات في آخر التركيب مرفوعة، فتقول الهندات بهذا الشكل. ما الذي يناسبها بين الأسماء الموصولة؟ اللاتي تجعلها هنا. بقية الكلام اجعله صلة بين صلة للاتي. إذا وصلت للمكان الذي نقلت منه الهندات اجعل مكانه ضميرا يناسبها في إعرابي، تقول اللاتي أكرمتهن الهندات. أنت قلت أكرمت الهندات، الهندات نقلتها من بعد أكرمت، جعلتها في آخر التركيب وجعلت موضعها ضميرا يناسب الموصول. يقول لك جاء زيد، أخبر عن جاء زيد، الخطوات أربعة، الاسم المراد الإخبار عنه تجعله مؤخرا زيد، وترفعه مبتدأ، وتأتي في أول التركيب باسم موصول يناسبه هو الذي، بقية الكلام اجعله صلة للذي. إذا وصلت للكلام الذي نقلت منه الاسم الأخير اجعل مكانه ضميرا يناسبه، تقول الذي جاء أي هو زيد، جاء هو زيد. فائدة الكلام، إذا قلت الذي جاء زيد في الكلام إسنادان، في الكلام إسنادان، الذي جاء زيد الذي مبتدأ ومسند إليه زيد، وجاء فعل ماضي ومسند إلى زيد، هذا أقوى. الكلام كان فيه إسناد واحد، جاء زيد، جاء مسند وزيد مسند إليه. الآن قلت الذي جاء زيد صار في الكلام إسنادان اثنان، خبر مسند إلى مبتدأ، فعل مسند إلى فاعل، فهمت؟ هذه ناحية. الثانية فيه فائدة القصر، فيه فائدة القصر، تقول جاء زيد وعمر، تكذب المتكلم تقول الذي جاء عمر، زيد ما جاء، واضحة؟ الثانية التشويق، التشويق، قال الشاعر: والذي حارت البلية فيه حيوان مستخرج من جمادي، تشويق. ما الذي حارت البلية فيه؟ ناقة صالح عليه السلام، والذي حارت البلية فيه ما هو؟ حيوان، في تشويق، وفيها إجابة الممتحن والتدريب على النحو، من عرف هذا الباب عرف النحو. هذا ما قيل، ما قيل أخبر، ما قيل مبتدأ، أخبر عنه بالذي هو خبر، عن الذي مبتدأ قبل الصغر، وما سوى الأول والأخير اجعله صلة، عائدها خلف معطي التكملة، خلف الخبر، نحو الذي ضربته زيد فيا ضربت زيدا كان. أقول لك
قرأ خالد من القصة أخبر عنها. القصة قال أخبر عن خالد لحظة واحدة واحدة. قرأ خالد من القصة أخبر عن خالد. لحظة لا أول هو جاء من الخلف. خالد باشر نعم هنا. الذي ها. الذي قرأ خالد. الذي لا الذي قرأ لا. الذي قرأ القصة. أول. قال قصة خالد لو قلت الذي قرأ خالد القصة ما عمل شيء. الذي قرأ القصة خالد أخبر لي عن القصة أضع هنا أقول القصة ما الذي لا سوى من الأسماء الموصولة التي أكمل التي قرأها خالد القصة انتهى الإشكال. قال رحمه الله وبالذين والذين والتي أخبر مراعيا وفاق المدتي أقول بلغ أو بلغت من أخويك إلى الزيدين رسالة سوف أخبر عن نفسي بلغت. فأجعل هنا في آخر تركيب أنا واضح وأقول هنا الذي أكمل الذي ها بلغ ما تعرف بلغ من أخويك إلى الزيدين رسالة من هو أنا واضح لا بد أن تخبر لا بد أن تعمل أو تذهب تقرأ كتابك مرة أخرى ترجع لي مرة أخرى. طيب أخبر لي عن أخويك فاضع هنا في آخر التركيب ما يقول أخواك مرفوع خبر ما الذي يناسبه في الأسماء الموصولة اللذان بارك الله فيك اللذان بلغت منهم إلى الزيدين رسالة منهم أخواك أخبر عن الزيدين الزيدون زيدون قل لا زيدون وتضع هنا ماذا الذين الذين هؤلاء أنت هؤلاء من بين أنت الذين بلغت من أخويك ها ما تقول إليهم إليهم جيد لا بس إليهم رسالة الزيدون واضح أخبر عن الرسالة تضع هنا رسالة ما الذي يناسبها التي بلغت ولكن تقول بلغتها واضح ولكن تقول ولكن تحذفها عند مر بك والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل مرت بك هو الكتاب الفية التي بلغت من أخويك إلى الزيدين ما هي رسالة أنا قال هو بالذين والذين والتي أقبل مراعي وانفاق المتي يكفي هذا حقيقته بقيت شروطه